السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طلابي الأعزاء عصافير الصغار؟ درسنا اليوم في مادة العلوم، إنه يتحدث عن الجهات الأربعة. فما هي الجهات الأربعة وكيف نستطيع أن نحددها؟ كل ذلك سنتعلمه سويا يا صغاري، فلنبدأ. الجهات الأصلية هي ما تعرف عليه الناس من الاتجاهات الأربعة الرئيسية، وهي الشرق، الغرب، الشمال والجنوب. الجهات الأربعة في أثناء النهار يمكن معرفة الجهات الأصلية. إذا عرفت الجهة التي تشرق منها الشمس وهي جهة الشرق ويقابلها الغرب، فتصوروا معي إنسانا واقفا مقابل الشرق بوجهه، فإن الغرب سيكون خلفه والشمال على يساره، أما الجنوب فسيكون على يمينه. نعيد: أمامنا شرق، خلفنا غرب، والشمال على اليسار، والجنوب على اليمين. وإن من أبرز العلماء في هذا المجال الخوارزمي والإدريسي، وهم من صنعوا البوصلة. أمامنا الرسمة التالية لنعين الجهات الأصلية عليها. هيا لنبدأ. في الأعلى الشمال، في الأسفل الجنوب، وعلى اليمين الشرق، وعلى اليسار الغرب. يقول تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. ويقول أيضا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: صدق الله العظيم. لقد تكلمنا كيف نستطيع أن نحدد الاتجاهات في النهار، ولكن إن كان ليل كيف نحدد الاتجاهات؟ هناك عدة طرق، ومنها استخدام البوصلة، ولها عدة أنواع، وأي بوصلة لها هذه المؤشرات: مؤشر أحمر ومؤشر أبيض. فلو قمنا بوضع البوصلة على الأرض، فإن السهم الأحمر يتجه نحو الشمال، ويكون تلقائياً الجنوب مقابله ولكن من الطرف الآخر، ومن هنا يكون الشرق ومقابله أيضا الغرب. أحسنتم. فهكذا نحدد الاتجاهات يا أحبائي. لنحل التدريبات التالية سويا يا عصافيري. السؤال الأول: لو وقفنا والشمس في وجهنا، فما اسم الجهة المقابلة لنا؟ أحسنتم، الشرق. عدد الاتجاهات الأصلية: شرق، غرب، شمال وجنوب. أحسنتم. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية درسنا الممتع. دمتم بحفظ الله ورعايته. ألقاكم في درس جديد من دروس العلوم. وحتى ذلك الحين
أحييكم وإلى اللقاء.